شغال الحين بالشقه تمام، وقاعد ننظف البلكونات والغرف والحمامات والغسيل. الحمد لله الامور طيبه، وراح نسكن الليله يا طوني. يعطيك العافيه. انا الحين شنو سويت؟ الناس شغالين تنظيف، اهم شيء طبعا البلكونه غسيل وتنظيف. راح نغسل الشباك، ندهن اللي برا، راح نبلش صبغ بالكامل، هذا كله ينشال، راح نصبغ الشقه كلها تمام. هذا الابواب راح نشيلهم، هذا راح نشيله ما احتاجه، هذا راح نشيله تمام، حتى هالباب هذا راح نشيله، هذا راح ينشال. المطبخ سقف تنظيف وصبغ، الحمامات، هاي الغرف النوم كلهم انشالوا راحوا، بس هذا راح اخليه انام فيه الليله. هذه الغرف كلها راحت. تنظيف البلكونات. هذه السراير ترى قاعد نفكها. المطبخ. هذا كله قط قط قط. خلي الشقة على البلاط. الحين أنا برا البلكونة، هذا الجبل برا، الجو عليل جميل ممتاز. غشيرة التوت صار فيها ما أدري شو، قاصينها وصارت خفيفة ما أدري ليش. وهذا شجر الصنوبر، شوف الغيم بالجبل ما شاء الله، شوف 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 الغيم، فوق الغيم احنا الحين. والله شكلنا شقالين تنظيف. تنظيف راح يطول ويانا الحين. باكر اني نسوي ساحة كذي، ساحة بسوي هالمكان، جلسة تشوي وسوالف بدني هالشيرة هذول، اسوي دري كذي ونقعد هنا على الاجواء. هذه الشيره ما ادري شنو ثمره، بس ما ادري شنو الثمره. والحين يا شباب هذا الباب الرئيسي لمعناه، هذه الغرفه فضيناها، شلنا القش كله ونظفناها، حتى جبت واحد على الغرفه ما فيها شباك، راح يجي هنا يقص شباك، يقصه يفتح تهويه للغرفه. لمعنا الممرات كل شيء اوكي، القش الزايد وديته هني، ممكن نحتاجه مراوح شيء، دفايه، فرش، زل، الشغلات اللي نحتاجها، حمام، غسيل، تلميع حسب الاصول. صاله نظفناها ولمعناها، طاوله الطعام شلتها مع الكبت فضيتها، نحط شيء مرتب، غيرت نظام الجلسه بكال تلفزيون هني، طبطت الجلسة كذي وحطيت تلفزيون هني، واتحداكم تجيبون نفس التلفزيون شقال، اتحداكم تحدي هذا. شغلة ثانية، الممرات، المطبخ كله بمعداته، اشتغلنا فيه يوم كامل تنظيف وتلميع في المطبخ، شبابيك، ادراج، صحون، اي شيء اي شيء اشتغلنا فيه تلميع. الطباخ عطلان يبي له تصليح تمام. الحمام الثاني غسيل تشحيم، الامور طيبه. الباب هذا شلناه اللي هالصب يوديك الجهة، الباب هذا شلناه، الباب اللي هني همن شلناه. هذا يوم كامل في هذا المكان شغل. البلكونات بعد كذلك اشتغلنا فيهم تنظيف تلميع، وباكر ان شاء الله يجينا الصباغ ونشتغل هني صبغ في الشقة ونرتبها. هذا يومي كله اليوم كذي. المهم بالنهاية حصلنا مكان زين نظيف ونقدر نقعد والأمور تمام التمام والحمد لله. يوم التنظيف العالمي. فكيت الفرش، فرشت في هذا المكان العليل فرش جديد والشغل عدل وألوان، زقرت
شوف شلون، شوف 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 الفراش، لا تقول لي شو اسمه منتجعات، شوف المنتجع والهواء العليل اللي يمك براد وشغل عدل. تشو تشو. اليوم الثاني فكينا كل شيء، بدينا بعد الفك بدينا بالأصوات، تأسيس وصبغ، حفينا الحوائط والأسقف، حف تنظيف يعني. تمام، حف تنظيف يعني قاعد نشتغل بالصالة. كل الصبغ حفيناه، شوف حتى هناك تيبناه، حفينا هذا، حتى البايب هذا يعني البايب لونه بايخ قعدت صبغه، بلشنا صبغ اليوم. هذا السقف حف وتجهيز، حتى هنا حفيناهم قاعد نجهزهم. هذا خلص حف، وهذا الحين نتيب ان شاء الله كل شيء على اصوله باذن الله. حتى المطبخ حفينا، بس هذا هم التيب حطيناه عشان حتى هالبايب هذا ما بي لونه كذي، تعدل لونه. تمام، الحوائط كلها قشرناها كلها، اسسها من الاول تاسيس جديد، بلكونات بعد كلهم صبغ وتجهيز. هذا كله المقشر المخربط كله فوق، تعديل كامل. هلا بالشباب، خلنا اعطيكم الابديت اللي صار معاي. الحين شنو سوينا؟ صبغنا الشقة، هذا هاي الغرفة صبغناها، الباب بصبغه بس خل أجلته بعدين يعني، لأن الحين الباب إذا صبغته يطلع ريحة وأنا قاعد، فأجلت موضوع الباب ياخذ وقت. ضبطت الحوائط والأسقف كلها تمام، كل الغرف يعني، حتى هذه انصبغت ممرات، هاي الغرفة اللي أنا نام فيها كلها صبغت، كل شيء تمام. أنام هني ما عندي كبت، أنا كل شيء على هالمسكينة العلاقة. الصالة الأسقف كلها أوكي، ممرات المطبخ الأسقف بارت المطبخ، حتى البايب هذا ضبطت لونه علشان يصير موحد، بايب التهوية هذا زين. الحمامات كل شيء اوكي، صبغ صالة اسقف الصالة كل شيء رجعت كل شيء جديد. حتى برا شوف برا البلكونات كلهم هذين ضبطت الاسوار مالت البلكونات مع الاسقف كلها، كل البلكونات حتى هذه البلكونة سويتها هي والاسقف، الامور كلها تمام التمام، وعلى سنقة 10 يعني باقي يبي له غسلة ثانية. الحين أثار الأصباغ مع أصباغ يبي له غسلة ثانية. اللي باقي شنو؟ صبغ الأبواب، أصباغهم لون أبيض، وببدل الثريات. هذه الثريات مشكلتها مشكلة، شنو مشكلتها؟ صايرة مثل الطوس تشوفهم، فيجمع حشرات داخله كذي، فهو قديم بعدين يعني، فبشيله بحط ثريات حديثه يعني احسن من هذول، لان هذول يجمعون داخلهم مثل الصحن صاير وايد. ايش دعوه غرفه فيها 14 لمبه صاير، بس ابجارات كافيه ووافيه.
احنا اليوم طالعين مع فريق فرنز رايدر. هذا الفريق تجمعنا كلنا، الله يعطيهم العافيه الشباب كلهم. الشباب قاعد يعبون بنزين. انا هذه دراجتي هوندا سيلفر وين 600 سي سي، بس مو عارف وين اثبت عليها الكاميرا، عرفتوا؟ بس 600 سي سي صراحة سحبتها ممتازة، تسحب. فاليوم الحمد لله الرايد شكله، الأجواء جميلة إن شاء الله. هذا كابتن محمد ما قصر حبيبي، خلاص أنا انضميت الفريق فريندز رايدر. والله أطلبك بالشعار. شرف لنا، هذا أعطيك الشعار. إيه تعطيني الشعار فأنا أعلقه عندي. الفريق الحين يستعد لبداية الرايد. راح نبدأ في الرايد إن شاء الله. يلا يا شباب let's go. والله مو عارف أثبت الكاميرا على الدراجة علشان أصور لكم، والدراجة مو دراجتي، قاعد أمشي حالي وياها. فحسافة والله، كان في كيرفات حلوة وفيوات حلوة، بس ما أدري من أثبت الكاميرا على الدراجة. وقفنا في باركين، وقفنا هني في هذا المحل نطلب مناقيش صاد تروية والفطور في المكان. الله يعطيك العافية كابتن. اسم المكان كابتن، اسم المكان فارة. هي وصلنا الحين الى موقع فارة. خوذة متسلفها، الجاكيت متسلفة، انا طلعت بدون جاكيت صار برد، كان البس فست واحد من الشباب الطيب اسمه لا الله يعطيه العافية على ما قصر ضبطني. هذا المكان فأرى اسمه، أنا أول مرة يلا الشباب يبي يتصورون على الفيو، وأنا طبعاً بتصور إياه. هذا حيل بصور هذا على الله يعطيك عافية على على الفيست. والله يدفي الله يحفظك. والله عرافي حبيبي، الله يسلمك على كلهم كله. طلعت الاسم أنا ما بيأثر. لا بس أنت مغامر يعني بالثلج هني طالع. يا مجال لو سمحت تصورني على يلا. طيب شو بدك فيه؟ مو في حتى كرسي. مساكم متابعين اتحاد دراجين العرب، نحن اليوم رايد على شرف الاخ الدراج الكويتي عيسى عاشور، فريق فريند رايدر وفريق عكار رايدر معانا، يجوا من عكار كرمال يشوفوا الدراج الكويتي، ونحن طالعين رايد كتير حلو من فرعية على بعلبك. وهي الكابتن لابس الفيست حقت فريند رايدر، برد كابتن عيسى برد، طلعنا فوق بردنا. تحكي شيء لاتحاد دراجين العرب. والله اشكركم على الرايد الحلو، الرايد جميل جدا، الجو بديع مثل ما انتم شايفين. شوفوا الفيو، كيرفات جميلة بالرايد، وكان لطيف بقيادة كابتن محمد. تسلم حبيبي. وهي الكابتن كمان من عكار، كابتن عماد من عكار، تفضل تحب تحكي كلمة؟ كمان يجوا من عكار كرمال يجوا يشاركونا بعيد الرايد، يعطيكم ألف عافية، وإن شاء الله تابعونا كرمال ننزلكم الصور. عريقة. تفضل كابتن محمد. تفضل هذه بعلبك. نحن بالقلعة بعيد الرايد.
قلعة قادم علبك المفروض نفوت لجوا نشوفها كل هذا، بس بدها ساعتين ما بنخلص. وهذه الكورنيش هون ببينها تبين كاملة صح. بيجوا بيعملوا مهرجانات بعلبك، اصلا بعلبك هذه من ايام الروم، الرومان هن اللي بنوها، فصار في كثير طوفانات، صار في زلازل في هذه، فضل في هذه الجزء من القلعة اللي هي قلعة قادم. هلا هون اي ارض حوالين بعلبك بتحفر بتطلع اثار، بس عندنا مشكلة بالآثار وكذا، غير انه مصر يعني مصر بيهتموا أكثر. وعندنا هون مقام الست خولة، وإذا بتشوف شجرة حتى المقام زرعة زين العابدين، الإمام زين العابدين زرعة ليكون انه مين فيه مكان هي المتوفي. هاي الشجرة ما هلأ موجودة من أيام زين العابدين. هذا مقام السيدة خولة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب. وهون القلعة كانوا يجوا فيه عليها المهرجانات اللي هي أم كلثوم، يعني كل العالم تعرف قلعة معلم. هوتيل هون كثير أثري، مهرجين لما ندخل غرفة فيه ما في كهرباء ولا في تلفزيون ولا في تليفون، قدر ما إنه أثري يعني من الستينات، ما في شيء وصل له كهرباء. هاي ضيعة هاي بعلبك، وشوي لقدام السوق اللي هو بعلبك. سوق بعلبك ايه؟ سوق بعلبك هناك على نفس الشارع يصير فيه سوق على سوق بعلبك. هلا نحن بنخلص من هون نخش على المقام ونروح نلحق الشباب لانه قاعدين يتغدوا وبنشوف العين. يلا اللي هي عين بعلبك. توكلنا على مع الشباب قعدنا في مطعم الرضاي في بعلبك. بالعافيه يا كابتن، بالعافيه. قعدنا هني تعشينا، العشاء كان طيب على كيف كيفك، مشويات وشيفات. شايف رجعنا مره ثانيه، وقفنا على الجبل فوق الغيم كالمعتاد دائما في القمه. خوش كلمات. يومين مطر، تخيلوا يومين ها. طلعت بس اتعشى وارجع، اليومين اللي جايين مره واحده. بنزين زين في لبنان، ارخص من تركيا، ومطر قوي ينزل كذي يعني مو مطر عادي، لا كله بحيرات، تدش على بحيرات لازم تكون حذر. كله غرقة يعني. شوف مثلا سيارات، لاحظ السير، شوف الوضع كله كذي، خربت الدنيا هنا يا رجل. شو تسوي بعد؟ برد يخليك تاكل، برد قوي هنا. وانا الحين صار لي يومين على هالحال، يومين الرجيم اللي سويته بتركيا كله طلعته هنا بلبنان. كل شوي قاعد بمطعم واكل وسويت وكاكاو. رديت البيت من بعد الامطار اللي برا، وصلت البيت الجو برا كله مطر وبرد، قلت ليش انزل، خلني في البيت قاعد احسن. جيت قعدت اضبط لي قهوه، وجبت لي كرانش طيح له مع القهوه، ونبطل النت نشوف الخرائط. من زمان مو مبطل الخرائط. شوف هذه الخريطة، خلنا أقول لكم وين رحلتنا السابقة. أيوة هذه رحلتنا السابقة كانت من هنا، رحلة زمن الكورونا. طلعنا من اسطنبول هالشكل هذا، شوف
بالماوس خلنا بين لكم. من اسطنبول نزلنا كذي إلى بورصة، من بورصة طلعنا على طول إلى الغرب هالشكل، بعدين نزلنا إلى أزمير وبودروم بالأسفل ومرمريز، وخذينا هذا الساحل الجنوبي كله إلى أنطاليا، ومن أنطاليا طلعنا إلى ألانيا في هاي المنطقة، من ألانيا إلى مرسين في هذه المنطقة، من اسطنبول طلعت على بيروت، وحاليا أنا موجود في لبنان. انتهت الرحلة هني. قاعد طالع الخطة الجاية، تخيل انت شوف ايش كثر. من مرسين في هذه المنطقة طلعنا بالبحر إلى لبنان، احنا حاليا في لبنان. طبعا القصة هذه اللي انا رحت مطار أذانة هني، ومن مطار أذانة رحت اسطنبول. لا انا ما ابي دروبن، ما ابي دروبن، شلون اشيله؟ ريموف ريموف. خذينا ايش كثر خذينا في هذه المسافة اللي هي من هني كذي، شوف ايش كثر خذت ويانا وقت. تخيل عاد انت، فشفت هذه المسافة كذي ايش كثر خذت منه وقت وجهد ومال حق هذه المسافة البسيطة. لا وهني بعد مو بس كذي، ويتوفر ويتضبط راس المضيق، وبعدها راح نطلع الى جنوب ايران هني، من جنوب ايران الى القطب الشمالي خلال روسيا، راح نطلع على القطب الشمالي الى هالنقطة هذه. شوف توفر عندنا سكن بعد، يعني اكثر من مكان توفر عندنا سكن. الرحلة القادمة راح نطلع طلع الاولى، نوصل المرحلة الاولى اللي هو نوصل راس الخليج هني، بالمسافة يعني المسافة المقطوعة انا ما ابي احسبها بالكيلو الحين عشان لا اتحبط الحين، خلها على الله. يعني شوف هذه المسافة القصيرة ايش كثر خذت، وشوف المسافة هني ايش كثر راح تاخذ، لاحظ ايش كثر تبي ايام وايش كثر تبي مساء يعني وقت، والمدن اللي راح نعبر عليها بعد ما ندخل جنوب ايران هني. ما ادري اذا الحالة في اذربيجان ما زالت قائمة، اوضاع متوترة، ندخل ما ندخل، لكل حادث حديث في وقته. لكن اذا صار طارئ ناخذ يمين باتجاه كازاخستان ونقطع كذي، او ان احنا ندخل تركيا، من تركيا نطلع بهالشكل. بس انا صراحة ودي الجنوب الروسي، هذا الجنوب الروسي ودي ادخل هذا، وانا اللي رايح باتجاه موسكو وطالع شمال، والعودة راح تكون الى قلب اوروبا بهالطريقة، واستقر في المانيا او اسطنبول. يعني هو المانيا اقرب طبعا للاستراحة، او في اسطنبول، هذا شيء ما قررته، خلي وقته يصير خير. لكن هذه هي ان شاء الله رحلة القطب الشمالي القادمة باذن الله، توقيتها الله أعلم. أرجع وأبدأ الاستعدادات لهذه الرحلة. رحلة راح تكون بالخرائط الكلام سهل، لكنها راح تكون رحلة صعبة ومكلفة، ونتعرف من خلالها على هذه المدن والمناطق والشعوب في هذه المواقع إلى القطب الشمالي إن شاء الله. أمنية إن شاء الله تتحقق. أجواء حامية، شوفوا شوفوا غيوم وأمطار وبرق ورعد، عصير بالجبل، يعني الجو شاب الحين اليوم الثاني، عنيف بس مو سهل. سمعون صوت المي وهو ينزل من البناية؟ طاح طاح.
شايفين قوة دفع الماي؟ وطر شقال، بس والله ماي قوي يعني، مو سهل، ما حد يقدر يطلع. شوف شوارع فاضية ما حد يطلع أبدا. من يطلع من صدقك أنت؟ السيارة تغرق. عسلامة يا شباب، شو صاير يا زلمة؟ لا هولو غرقت جوني يا جماعة، غرقت جوني. ليك السيارة ليك يا حرام، ليك يا المول. قرب قرب على الطيب. ليك قوم ويس قوم تركب مولينات.